برعاية وزير الثقافة سليم وردي، كرمت جمعية أندية اللاينز الدولية المخرج سيمو أسمر في فندق الحبتور سن الفيل، حيث كانت كلمة لرئيسة لجنة تكريم الإبداع الوطني دنيا ميرزا، التي وصفت المخرج اللبناني بشعاع أبهر العالم بأسره، وقالت إن سيمو أسمر هو الأب الروحي للفن اللبناني. وحضر الحفل أعضاء من نادي اللاينز، إضافة إلى حشد الإعلاميين والفنانين.